زي طيب إيمان بقى. أستاذة إيمان، 20 سنة، الولد متوفي ومن 20 سنة، اليوم وليها ميراث. ميراث وعندها 4 بنات و4 ولاد، والأخ الأكبر يعني مش عايز يديهم حقهم في الميراث. مع الأسف ظاهرة متكررة برضه، الأخ بيسيطر على الأمور، وهنا الإخوات مش واخدين قرار، يعني ما بيتحركوش. طب ما هو القاضي هيجي لك يديك حكم. طب يتحركوا ازاي يا أستاذة؟ أنت ما جيتيش على القاضي، ده عندها كذا طريق. تعمل إيه بقى؟ فرز وتجنيد أول حاجة، تمام؟ وتقسم. اتنين، تعمل دعوة ريع. العائد اللي الفلوس اللي بتيجي من الارض ومن العمارات ليها نصيب فيها هتاخده، يعني تمشي في الاثنين، في دي وفي دي، هتاخد الفلوس الى ان يتم الفرز والتجنيد وتاخد حقها. تمام، بس هي تتحرك، يعني واضح انها، انا سالتها قالت لا ما عملناش حاجه، ما اتحركناش. هما بيطالبوا ودي، لكن لحد دلوقتي ما خدوش. بيطالبوا ودي لان دايما الاسر في اخلاق ما بين الاخوات وكده، وبتلاقي الاخ اللي بيدوس ده ما عندوش، مش مدرك دي. وده مال يا جماعه، ارجو من الاخوات اللي بتضغط، يعني اتقوا الله شويه في باقي اخواتهم. بالظبط، صح.